مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بيبان الخير. وزي ما وعدناكم دايما إن بيبان الخير هتكون دايما دايما وش الخير بإذن الله على كل السادة المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي، بنبحث عن أي ضوء، عن أي باب خير. ومفيش باب خير أحسن من الأرض، ومفيش باب خير أحسن من التعمير، ومفيش باب خير غير اني ازرع اللي باكله. النهارده معانا ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ عادل زيدان، رئيس مجلس اداره شركه ايفرولاند لاداره المشروعات، ورئيس مجلس اداره جمعيه مزارعي المليون ونص فدان. اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. نورت يا استاذ عادل. منور بحضرتك وبالساده المشاهدين، ربنا يبارك فيك. الله. نبتدي. حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة إيفرولاند لإدارة المشروعات. تمام. منين جت فكرة إدارة المشروعات يا فندم؟ والله حضرتك فكرة إدارة المشروعات، إحنا الحقيقة شغالين في مجال الاستصلاح والزراعة بقالنا النهاردة حوالي 15 سنة. وعندنا شركة إصلاح أراضي، واشتغلنا واستصلحنا أراضي في وادي النطرون، واستصلحنا أراضي الحمد لله. عندنا مشروع في وادي النطرون، وعندنا استصلحنا اراضي في المنيا وفي غرب المنيا وفي الاقصر وفي امتداد مدينه الشيخ زايد الجديده وفي منطقه المغره اللي هي في ضمن مشروع مليون ونص فدان. الحقيقه يعني واحنا شغالين في مجال الاستصلاح والزراعه كان دايما بيقابلنا ناس كتير جدا حوالين مننا بيشتغلوا، ولكن ما كانش بيبقى عندهم فريق عمل متخصص، يعني كل واحد بيشتغل بمجهوده. وفي ناس ما عندهاش الـ 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 يعني الخبره في اداره يعني مزرعتها يعني. فالحقيقه قلنا يعني افضل حاجه تتعمل في ظل اللي بيحصل دلوقتي من طفرة في مجال استصلاح الأراضي، سواء في مشروع المليون ونص فدان أو في مشاريع الاستصلاح القديمة أو في المشروعات اللي هي زي الأراضي التابعة للقانون 144 لسنة 2017 ضمن زمام المحافظات، وكمان المشروعات الزراعية اللي هي تختص بتزيين وأعمال اللاندسكيب في المدن الجديدة. كل الحاجات دي بتحتاج فريق عمل متخصص، تمام، عنده وعي وعنده خبرة يدير ده ويدير هذه المشروعات ويقدم خدمات للناس اللي شغالة في المجال ده. فالحقيقة يعني احنا فكرنا ان احنا، واكيد ناس غيرنا فكرت، ان احنا نعمل شركة يكون لإدارة المشروعات، تدير مزارع ومشروعات الغير الزراعية وما يترتب على المشروعات الزراعية، مشروعات انتاج حيواني ومشروعات انتاج دجيني ومشروعات استزراع سمكي، وان احنا كل المشروعات اللي محيطة اللي تقدر تنفذها على الارض. لا، ان احنا يعني ان احنا ننفذها للغير او ننفذها لنا لنفسك. فقلنا كمان ان احنا شغلنا القديم كمان محتاج مننا رفع كفاءة ومتابعة، وعشان ننجح اكتر تمام لازم نجمع فريق على أعلى مستوى من الخبرة في مجموعة مجالات تخدمنا احنا في مشروعات الشركة الأولى، تمام، وتخدمنا كمان في وتخدم الناس في المشروعات الايه الأخرى. يعني حضرتك يعني فكرت ازاي تخدم نفسك كشركة وتخدم البيئة المحيطة حوالين حضرتك بالظبط في ظل كل المشروعات. النهارده حضرتك بقول لحضرتك مش كل الناس اللي دخلت خدت في المليون ونص فدان عندها خبره فعلا، ومش كل الناس اللي بتزرع عندها خبره. نفتقد كلنا في المشروعات الزراعيه للاداره والخبره، واحنا نفسنا واحنا بنستصلح كشركه كنا بنفتقد للخبره، لكن النهارده احنا وجدنا ان من الافضل والاصلح ان احنا نكون فريق عمل عنده من الخبرة الجيدة في كل المجالات الزراعية والتخصصات الزراعية، تمام، وإدارة المشروعات دي وأعمال اللاندسكيب وخلافه. نكون هذا الفريق، تمام،
في شركة لكيان شركة في كيان تخدم اسمها إدارة المشروعات، هتقوم بمجموعة أعمال بحثية، وهتعمل زي مركز إرشادي كده أو مكتب إرشادي لبعض المزارع القديمة والمزارع الجديدة، بحثا عن حلول ذكية قابلة للتطبيق للاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية. يعني حضرتك كمان بتعمل دلوقتي دراسات جدوى بحوث، بالظبط، بحيث ان لو جاي لحضرتك شاب او جاي لشركه اداره المشروعات، زي ما حضرتك قلت ان مش كل اللي اخد في المليون ونص فدان ملمين بالزراعه، لا تمام. ده حضرتك بتقول لهم تعالوا نعمر، تعالوا نزرع، وما تشيلوش هم الخبره والمهم يكون الزراعه دي بعلم زي ما بقول ساعات، عشان تجيب اقصى. المهم ان كل واحد النهارده عايز يلاقي ضالته. النهارده بنروح بنبعت فريق، في ناس بتروح تعمل جسات للابار للناس اللي عايزه تحفر ابار، وبنجيب الناس اللي بتحفر ابار، وبعد ما نحفر البير بنحلل الميه، بنجيب بنوضع ترمبة الاعماق، وبنجيب له محطه الطاقه اللي او مصدر الطاقه اللي بيشتغل منه سواء طاقه شمسيه او ديزل، وبنعمل الشبكات الرئيسيه، وبنمهد الارض، وبنعمل الطرق، وبنحلل الميه والتربه بتاعه الارض عشان نختار المحصول المناسب والتركيب المحصولي المناسب اللي يستطيع ان هو يسد منه اقساط الارض اللي هو واخدها من شركه الريف المصري. كل ده جاهز فعلا الحمد لله، احنا وقيم بنجاهد، التنفيذ. احنا معتبرين ان احنا عندنا بنعمل سي في لينا في شكل كانه جواز سفر، يعني يأهل الشركه انها تكون جاهزه للفرص المتاحه. يعني لما يجي لي حد او انا اتعامل مع حد يكون عندي فريق عمل كامل في كل مناحي الاستثمار الزراعي وما يترتب عليه من مشروعات اخرى. شكله ايه فريق العمل ده يا فندم؟ كنت بتحرص على ايه وحضرتك بتختار فريق العمل ده؟ والله الفريق اللي هيدير، احنا اخترنا بعضنا، مش انا اللي اخترت، اخترنا بعضنا مجموعة شباب. شباب؟ احنا مجموعة كلها الحمد لله شباب، اشرف اننا رئيس مجلس ادارتهم، ومعانا الخبرات، وعندنا شباب اللي هم هيديروا، اللي هم هياخدوا الدور الاشرافي والدور الاداري والدور التنفيذي، لكن ان احنا محتاجين مستشارين خبراء في كل مجال، خبراء في مثلا زراعة النخيل، خبراء في زراعة الزيتون، خبراء في زراعة الجوجوبا، خبراء في زراعة الخضروات، خبراء في زراعة المحاصيل الحقلية، كل خبراء في الانتاج الحيواني، في الانتاج الداجني، في الانتاج السمكي وخلافه، تمام، حتى خبراء في تسويق المنتجات الزراعية، تمام. احنا اخر اندمجت الخبرة بروح الشباب، بالظبط، لان هم اصلا هيسيبونا الخبرة، واحنا كل الناس اللي محتاجة تشتغل، اللي محتاج احتياج الناس ايه، احنا بنشتغل في الموضوع ده على النيدز، يعني الحاجة، الاحتياجات بتاعت صح. الشباب الحاجة ام الاختراع، يعني احنا شفنا ان مجال استصلاح الاراضي في الفترة الحالية محتاج للناس اللي فاهمة شغل، اللي فاهمة زراعة، اللي عندها خبرة في الزراعة، فقلنا ازاي نقدر نجمع خبرات في مكان واحد اللي هي افرولاند لادارة المشروعات، تمام، مع مجموعة شباب عندهم طاقات اللي هم في الشركة، يقدروا نستفيد من الخبرات دي في ان احنا نزرع منتج مصري محترم نفتخر بيه، ونطلع منتج اسمه زرع في مصر وننافس بيه عالميا زي ما كنا قبل كده بننافس بمنتجاتنا زي القطن وغيره. بالظبط فندم. احدث مشروعات افرولاند لاداره المشروعات ايه يا استاذ عادل؟ والله احنا عندنا الحمد لله يعني مشروعات كتير، لكن الاول مشروع الحمد لله احنا بدانا نشتغل فيه على الفور، وده لان يقدر يوفر فرص عمل كتيرة، يقدر يوفر عملة صعبة دي البلاد من خلال التصدير، نقدر بيه يكون كل واحد فينا يقدر يساهم فيه بأقل، رغم ان هو مكلف جدا يعني كمشروع، لكن لما نوزع التكلفة دي على بعض التكلفة تقل. حضرتك بتدور على توفير فرص عمل؟ توفير فرص عمل، بندور على منتج تصديري منتج اول تصديري عشان أول. يجيب لنا عمله صعبه، البلد محتاجه عمله صعبه، تشغيل شباب هو مع توفير فرص العمل. بالظبط، حضرتك لك هدف يعني
يعني بتدور كمان على ازاي تفيد الجماعه البلد والشباب، عملتها منظومه متكامله. بص حضرتك، هو المهم دلوقتي في اختيار اي مشروع او اي منتج هتعمله ان هذا المنتج يكون منتج قابل للبيع، قابل للتسويق، عشان ما نلاقيش مشكله في بيعه. فالمنتج القابل للتسويق بيوفر عليك، تمام، ان انت تلاقي مشاكل في التخزين او كده، تمام. يكون منتج قابل للتصنيع، منتج قابل للتصدير، قابل للتصنيع، معايا حضرتك؟ يكون منتج يجيب عملة صعبة للبلد عشان ندعم بقى الاقتصاد القومي، يكون منتج بيوفر فرص عمل، يكون منتج مطلوب عالميا واقليميا ومحليا، ومنتج متفق عليه من كل الخبراء، وكمان يكون في مش معادلة صعبة قوي دي يا استاذ عادل. لا بالعكس، هي المعادلة، هي دي معادلة النجاح، انك انت تحسب المعادلة دي وتحاول تحطها في منتج تشتغل عليه. كمان ان هو توجه دولة، يعني النهاردة كلنا عارف ان سيادة الرئيس عمل مبادرة لزراعة 2 مليون نخلة، وخصوصا في الاصناف التصديرية الاولى. احنا اكبر دولة منتجة للتمور في العالم، ده حسب تصنيف بتاع منظمة الفاو، ان مصر 2019 اكبر دولة منتجة للتمور في العالم. طيب انتاج التمور في العالم كله ما بيكفيش استهلاك العالم بنسبة 40%. انتاج التمور في العالم كله ما بيكفيش استهلاك العالم بنسبة 40%؟ بنسبة 40%، تمام. فده كمان بيخلينا ان احنا نختار، اخترنا مشروع النخيل او زراعة النخيل، سواء زراعة النخيل البلدي. كنت لسه هقول لحضرتك ايه المشروع المجدول. اللي حضرتك شوقتنا ليه؟ هو زراعة النخيل البرحي والمجدول. زراعة النخيل البرحي والمجدول. بالظبط، زراعة النخيل البرحي والمجدول. يتوفر في النخيل الآتي: أولا يتوفر فيه إنه محصول قابل للتسويق وسهل تسويقه وسهل بيعه، لأنه ناس محتاجاه. فأنت لما تلاقي، ما قلنا بنشتغل على النيدز أو على الاحتياجات، لا، هذا المشروع أو هذا المنتج مطلوب عالميا وإقليميا ومحليا. يعني حضرتك اخترت النوعين دول بالذات، البرحي والمجدول، لان هو مبدئيا هي زراعه النخيل بشكل عام، ولكن احنا بنقول احنا عايزين محاصيل تصديريه اولى زي البرحي. احنا معانا بعض الصور اهو يا فندم للمنتج نفسه اللي بتوضح النخيل البرحي. بالظبط، لو شفت حضرتك النخيل البرحي الانتاج بتاعه، انتاج وفير، بيصل في بعض الاحيان النخله بتشيل في بعض الاحيان لحد 600 كيلو. يعني بيشوف انتاج النخلة، يعني لو رحنا يعني الخبراء الاردنيين، في ناس اردنيين بتخلي النخله دي تنتج 600 كيلو. 600 كيلو؟ 600 كيلو. لكن احنا لو هنتكلم على اقتصاديات زراعه النخيل او اقتصاديات النخله، سواء كانت البرحي او المجدول في مصر، ليها حاجات، ليها اقتصاديات هنتكلم عنها دلوقتي. اتفضل. تمام، لو احنا بنتكلم، احنا حاليا شركه عندنا عامله مبادره اسمها نخلتك ثروتك. اسمها ايه يا فندم؟ مبادرة نخلتك ثروتك. نخلتك ثروتك؟ بالظبط. النخلة البرحي أو المجدول، وتحديدا البرحي اللي تجود في معظم أنحاء الجمهورية، النخلة دي يا فندم تعتبر ثروة حقيقية للبيت. أنت حضرتك تقدر، احنا عندنا دلوقتي صور من أرض الواقع ده يا فندم لشركة إيفرولاند لإدارة المشروع. اللي شغال قدام سعادتك ده، احنا بنزرع نخيل في غرب المنيا، بنزرع نخيل برحي ومجدول في غرب المنيا، تمام. واخترنا تحديدا غرب المنيا لانه اولا احنا عندنا هناك موقع، عملنا محطه تحليه ميه شرب، الشركه تمتلك ارض في غرب المنيا. في دي في مشروع المليون ونص فدان. بالظبط، عندنا هناك مشروع الشركه، عملنا فيه محطه تحليه ميه شرب بتخدم كل المنتفعين من المشروع. جاري العمل على زراعة 50 فدان نخيل مجدول و50 فدان نخيل برحي كبداية. اخترنا المنيا تحديدا علشان خاطر
المنيا الجو بتاعها جاف، وكنا قلنا الكلام ده قبل كده. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك ليه اخترت المنيا بالذات. المنيا الجو هناك جاف، المنيا لما معنى ان جواها يبقى جاف وارضها تصلح وميتها تصلح للزراعه، لزراعه النخيل، ده بيخلي النخيل البرحي يجيب انتاج قبل السوق بحوالي من 30 ل 50 يوم. يعني بشاير بشاير بينتج قبل من 30 ل 50 يوم قبل السوق، يعني قبل ما مصر كلها تنتج نخيل، تنتج بلح برحي، المنيا بتسبقها ب 30 ل 50 يوم. ده حضرتك عملت دراسات كبيره بفضل الله. كمان بالنسبه للمجدول، المجدول نخيل المجدول في المنيا او في غرب المنيا، من الامتيازات اللي في المكان او المناخ اللي المكان الجو جاف اللي هناك ده، بيخلي الثمره تستوي على نخلته، الشجره على النخله بتاعتها، على النخله، لان معظم نخيل المجدول ما بيستويش على نخلته، بيتعمل له اجراءات اخرى علشان قادر تستوي. انما المكان بتاع المين غرب المنيا والمنيا بيكون فيه التمر تخديم على النخله على طول. ده يعمل لنا فرق، ميزه تنافسيه هايله جدا. مفيش شك، انت حضرتك عندك النهارده من فضل الله عز وجل النخيل البرحي بيتصدر الكيلو، بيوصل الكيلو لحد 45 جنيه تصدير. 45 جنيه، وحضرتك بتقول ان الشجره طبعا بتقول بتنتج 600 كيلو، هنقول بلاش بتنتج 600 كيلو. لا احنا بنقول انها بتصل الكلام ده عالميا ل 600 كيلو، لكن احنا لما نيجي نتكلم على عندنا هنا في مصر، احنا بنقول ان النخله لحد السنه العاشره ممكن توصل ل 300 كيلو. في السنه العاشره انتاج ممكن تديني 300 كيلو. 300 كيلو لو احنا اشتغلنا على السعر المحلي اللي هو من 20 ل 25، احنا في سعر نخيل برحي في السوق النهارده الكويس اللي بمواصفات محترمه بيوصل ل 40 جنيه محلي النهارده، مش هقول تصدير. لا في المحلات وفي لكن انا هقول ان انا لو انا النهارده النخله بتجيب لي في السنه العاشره 300 كيلو، فانا لما اضرب ال 20، مش هقول 25 ولا 30 للكيلو، هقول 20 في 300 كيلو ب 6000 جنيه. تمام، بالاضافه لفسيله بتجيبها النخله بتعملها في 1000 ل 1500 جنيه، هنقول 1000 جنيه، يبقى دي 7000 جنيه، ده في السنه العاشره. هنقول ان النخله هتصرف ال 1000 جنيه، يبقى انا بكسب من النخله من السبعه سته في السنه العاشره. 6000 جنيه. انزل للسنه التاسعه هتكلم في ان انا مثلا انتاج النخله عندي هيكون من 250 ل 275 كيلو. تمام، لو انا حسبتها على 250 كيلو فهنضرب في 20 في 5000، زائد عندي هناك فسيله ب 1000 جنيه يبقى دي 6000. يبقى بقت كام سعادتك؟ بقت 5000 جنيه صافي. لما اجي للسنه السبعه هلاقي، سوري السنه الثامنه، هلاقي عندي الانتاج ما يقرب من 200 كيلو. 200 كيلو في 2000 جنيه بيعملوا، في 20 جنيه بيعملوا 4000 جنيه، و1000 جنيه فسيله اللي هي مصروف النخله، يبقى دي 4000 جنيه. دايما نشيل الفسيله على انها مصروف النخله طول السنه. تمام؟ يزيد او يقل. طبعا احنا لما نيجي ننزل، يبقى احنا وصلنا للسنه السبعه وعندنا الانتاج 250. 200 كيلو في السنه السادسه يعني ما يقرب من 4000 جنيه. برضو عندنا السنة الخامسة من 150 ل 175 كيلو، هنقول 150 في السنة الخامسة يعني هنقول ب 3000 جنيه. طب ب 3000 جنيه. السنة الرابعة هنقول من 50 ل 100 كيلو. 50 كيلو في 2000 جنيه، في 20 جنيه بتعمل 2000 جنيه. 2000 جنيه. بالإضافة لأن حضرتك كمان بتجيب بالأقل خالص. دي الحدود الدنيا، كل الناس ده الكلام، الأرقام ديت أساسا أرقام أقل من المتعارف عليه. تمام؟ طيب لما نيجي احنا بقى نقول ان النخله دي ثروه في حد ذاتها، لا، انا اولا بنقول ان الناس في البيوت اللي هي عندها مساحات داخل البيت، اللي هي عندها حديقه. انا شايفه الفسايل يا استاذ عادل، يعني دي فسيله يبان لحضرتك الحمد لله ان مجموعه الجزر دي بنت جوره. بنت جوره؟ وده نخل برحي فرنساوي. عمرها قد ايه يا فندم؟ دي عمرها سنة ونص. سنة ونص؟ سنة ونص. النخلة اللي قدام سعادتك دي سنة ونص. تمام؟ النخلة دي إن شاء الله بإذن الله. وهي المفروض تجيب بشاير إمتى بإذن فن. الله، بإذن الله، إن شاء الله يا رب يديم علينا الخير. السنة الجاية نبقى قاعدين هنا إن شاء الله وعندنا بشاير
من مشروع 1.5 مليون فدان السنه الجايه يكون عندنا بشيل من النخله اللي سعادتك شايفاها او الفسيله اللي سعادتك شايفاها الفسيله دي اللي لسه مزروعه دي. دي في غرب المنيا يا استاذ. دي في غرب المنيا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان. والحمد لله احنا بنشرف كشركه من اولى شركات القطاع الخاص او الشركات المستثمرين اللي دخلت في مشروع 1.5 مليون فدان تحديدا في منطقه غرب المنيا ان احنا نكون اول شركه من المستثمرين تبدا تزرع. احنا في المنطقه بتاعت المحطه دي باذن الله عندنا 20 فدان هنزرعهم في منطقه المحطه اولا. المحطه ايه منطقه المحطه يا فندم؟ منطقه محطه تحليه ميه الشرب بتاعه مشروع 1.5 مليون فدان في غرب المنيا اللي الشركه بتاعتنا افرولاند لاداره المشروعات نفذتها. يعني شركه افرولاند لاداره المشروعات نفذت محطه تحليه شرب. دي اولى المشروعات اللي بيدي لها الشركه اللي الشركه بتشرف انها تعملها. وبرضه حسبتنا في اختيارنا موضوع المحطه ان احنا لقينا ان شركه الريف المصري طرحه لشركات اللي تقدر تنفذ محطات ميه شرب. طيب ايه اقتصاديات محطه ميه الشرب؟ واحد لها يعني هدف قومي الاول في انها تساعد او تنتفع منها كل المزارعين كانوا شباب خريجين او صغار مزارعين او مستثمرين في منطقه غرب المنيا يعني المنتفعين بمشروع 1.5 مليون. بالاضافه لان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر يعني الشركه كمان هتبيع ميه للشباب ميه شرب يعني انها محلاه بهامش ربح بسيط. فالمستهلك موجود على الارض والمنتج زي ما حضرتك قدامه. وكمان احنا على المحطه بنعمل ناتج التحليه ده بيبقى عندنا في ميه حلوه وفي ميه مالحه بنشتغل على الميه المالحه دي. احنا بنقول احنا من اهم اهداف الشركه الجديده اللي هي افرولاند اداره المشروعات الاستغلال الامثل للامور للحاجات اللي موجوده قدامنا يعني الاستغلال الامثل والحلول الذكيه للارض الزراعيه. فاول استغلال الميه اللي طالعه دي بدل ما احنا نحقنها في التربه بنعمل لها حوض سمكي او مزرعه سمكيه ناخد الميه دي نعمل بمشروع استزراع سمكي. فاحنا في المحطه هو احنا المخرج مجهز لنا جزء كنا مسجلينه مع حضرتك قبل كده في بدايه السنه دي في افتتاح محطه تحليه مياه غرب المنيا وحضرتك تشرح لنا. يا ريت على هنشوف جزء يا فندم ونرجع تاني. هنشوف تجربة وتجارب كتير للمستثمرين وشغل القطاع الخاص وشباب 1.5 مليون فدان. يلا بينا نشوف. دي تجربة من ضمن التجارب المستثمرين في الصحراء في مشروع 1.5 مليون فدان في غرب المنيا. الحقيقة عمل دؤوب وشغل جاد لازم نرصده ونتكلم فيه مع الأستاذ عادل زيدان أحد المستثمرين في منطقة غرب المنيا. يا أهلا بيك وأهلا بكل الطاقم المحترم بتاع مع أمان سازرع المليون واهلا بقناه الصحه والجمال. نورتونا في مشروع 1.5 مليون في غرب المنيا في الاجواء الجميله اللي حضراتكم شايفينها دي. والنهارده يعني احنا شايفين حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني الحلم بيبتدي هنا في غرب المنيا. الحقيقه وزاره الزراعه عامله نموذج يحترم ونموذج محترم وبنشكرهم على انهم بدروا وخطروا وعملوا هذا النموذج على نفقتهم الخاصة نفقة وزارة الزراعة. يعني ده معمول على حساب الدولة. الدولة خطرت هنا الأول وقالت ما ينفعش الشباب ما ييجوا هنا ويخسروا. احنا اللي نجرب الأول علشان خاطر نشوف المنطقة بتزرع أفضل ايه الحاجة الأفضل اللي بتزرعها المنطقة ونرشد الشباب انهم يبدأوا هنا عشان ان شاء الله بإذن الله ما يبقاش فيه خسارة في مشروع 1.5 مليون. حضرتك كمستثمر يعني ايه اللي خليك خاطرت في الصحراء وجيت وبنيت بيت وعملت محطة مية هنا في الصحراء؟ عاوزين نعرف من حضرتك يعني ايه اسباب المخاطرة دي.
والله بص حضرتك، يعني هي مش مخاطرة، هي مسؤولية. يعني من باب المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية تجاه وطننا وتجاه بلدنا، كان لزاما علينا نحن، يعني احنا نعتبر شباب المستثمرين، يعني كان يجب ان احنا نساهم في هذا المشروع وفق رؤية الدولة. وان احنا طبعا النهاردة الوطنية مش بس انك تنزل تشارك في الانتخابات الرئاسية او الانتخابات البرلمانية، كمان لابد ان انت تنزل تشارك في المشروعات القومية، ونحاول نكون سبب من اسباب نجاح رؤية الدولة في مشروعاتها القومية اللي بتخدم الاجيال القادمة وبتقلل الفجوة الغذائية وبتوفر فرص عمل من خلال مشروع زي مشروع 1.5 مليون فدان. الحقيقة يعني رؤية رئيس وإرادة شعب إن شاء الله بإذن الله، وإرادة شباب الخريجين وصغار المزارعين والفلاحين والمستثمرين إنهم يكونوا مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد، فده فخر لنا إن إحنا نشارك. يعني إحنا بنعتبر نفسنا من المحظوظين إن إحنا يعني جه في يعني في الآونة اللي إحنا بنعيشها دي جه عندنا مشروع نقدر نخش فيه ونشارك فيه بأقل التكاليف. في الدولة النهاردة بتقسط لحد 14 سنة. أنت سعادتك النهاردة لما تيجي قدامك فرصة زي دي، المفترض ان انت تكون اول المشاركين، لان المشروع ده بإذن الله هيكون يعني مشنة العيش لمصر. احنا بنتكلم على مجتمعات جديدة بتنشأ سواء كانت زراعية او صناعية او عمرانية، كل ده يا فندم يعني نقدر نقول مصر لن تنهض الا لما نحقق مصر الزراعية الصناعية علشان ننتج غذائنا. في أول فرصة بتأديها الدولة للشعب المصري إن هو يقدر يشتغل في أرضه ملكه ويزرع وياخد العقد قبل ما يزرع، فدي خطوة الحقيقة اتأخرت كتير، لكن يعني الحمد لله يعني احنا بنشكر القيادة السياسية إنها خدت الخطوة دي وكانت جريئة في تنفيذ الخطوة دي ونهت على البيروقراطية من خلال شركة الريف المصري الجديد، وإدت عقود من قبل الناس ما تنزل الأرض. يعني أنت واخد عقدك وأنت لسه على الأسفلت ونزلت الأرض وعارف إن الغرس اللي هتغرسه ده والجنيه اللي هتصرفه ده هتصرفه في أرضك، فإزاي ما نشاركش في مشروع زي ده؟ لا لازم نشارك، واحنا بنفتخر ان احنا بنشارك في مشروع 1.5 مليون فدان. حضرتك خلال 20 سنة من دلوقتي انت شايف المنطقة الصحراوية دي اللي يعني في بعض المستثمرين الجادين زي حضرتك ومزرعة وزارة الزراعة، شايف بعد 20 سنة المكان ده هيكون ازاي؟ والله بص حضرتك، انا يعني السؤال ده يعني هجاوب حضرتك عليه اجابة من الواقع. يعني انا من ابناء قرية بيبان التابعة لمركز كوم حمادة محافظة البحيرة. يعني في أول ظهير صحراوي لينا كانت مديرية التحرير. الكلام ده ابتدى من 50 سنة. أهلنا راحوا وراحوا هناك كانوا بيشيلوا بيرووا الأرض بالجراكن. كانوا بيرووا الأرض بالجراكن، كانوا بيعملوا عربيات ساك صغيرة كده وأعزكم الله، كانوا بيعلقوها في حمار وكانوا بيحطوا جراكن المية على ظهر العربية الساج ويروحوا يسقوا الزرع لحد ما الترعة تشتغل. النهاردة خدوا الفدان افتكر ب50 جنيه و500 جنيه وب1000 جنيه. النهاردة روح سعادتك شوف قرية النجاح وقرية العزيمة وقرية الكفاح وقرية التحدي، الفدان النهاردة عامل 600 ألف جنيه. شوف النهاردة حضرتك البيوت اللي اتبنت والمجتمعات اللي موجودة بقت النهاردة مجتمعات، مش مجتمعات ريفية ولا مجتمعات صحراوية، بالعكس ده بقت مجتمعات أكثر تحضرا. يعني لو احنا بنقول بنقيسها بنقيس التحضر في المدن الجديدة دي او القرى الجديدة دي زي النجاح والتحدي والعزيمة والكفاح، احنا النهاردة يعني تقريبا 70% من حضارة القاهرة او الاسكندرية موجود في القرى دي. فلما اجي النهاردة تقول لي اشوف المشروع ده بعد 20 سنة عامل ازاي، اقول لحضرتك التقدم النهاردة اسرع مما كان عليه،
وده لسببين. السبب الاولاني ان احنا عندنا الزياده السكانيه في ازدياد مستمر بصوره اكبر من الاول. معايا حضرتك؟ اتنين، احنا عندنا بقى للاسف بقى عندنا زياده سكانيه وفي موجوده في الريف. الاول كنا بنعاني منها في الحضر، احنا النهارده عندنا مشكله انفجار سكاني في الريف وضغط على البنيه التحتيه اللي موجوده في الريف وصراع على الامكانيات المحدوده جدا، ومما ادى الى يعني تآكل موارد الدوله في الريف اولا باول، وخلاص بقينا محتاجين نخرج من الوادي الضيق ده الى الوادي الاكثر اتساعا وبسرعه. فاعتقد ان احنا هنا خلال 20 سنه اعتقد ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا هنا ما يقرب من 10 قرى زراعيه على الاقل، وهيكون عندنا على الاقل قريتين او ثلاثه خدميه بالاضافه لقريه او اتنين مركزيه بالاضافه احدى المدن الجديده هتتعمل هنا. لانك النهارده سعادتك الى الان النهارده بتكلمني عما يقرب من 58 ل 60 منتفع شركه من شباب الخريجين منتفعين في هذا المكان، نضرب ال 60 في 8 في 23 واحد. يعني حضرتك ما شاء الله عامل دراسه جدوى، كم شركه كم شاب ممكن يكونوا منتفعين بالمشروع. اسمح لي حضرتك قبل ما ناقش حضرتك في الفيديو نرجع لنخلتك ثروتك. احنا حسبنا الارباح قلنا هنجيب من فوق 10 سنين ست من لحد 4 سنين، لحد 4 سنين يعني اقل سنه، الاربع سنين 200 كيلو اقل سنه من الاربع سنين من 50 ل 75 كيلو، يعني نقول 50 كيلو يعني في 20 جنيه يعني ب 2000 جنيه. 2000 جنيه. والنخله بتزرع عمر سنه ونص، ان شاء الله في خلال سنه بتجيب بشاير. لا، النخله اللي اتزرعت اللي قدام حضرتك عمر سنه ونص دي، ايوه، تجيب بشاير بسيطه مش اللي احنا بنتكلم بشاير حتى، انما الانتاج الاقتصادي الحقيقي يبدا من السنه الرابعه. من السنه الرابعه اللي هو من 50 ل 75 كيلو. تمام. الفسيله معانا على الهواء، انما دي انا بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله نقدر ناكل منها فيها بشاير مش انتاج اقتصادي. ان شاء الله السنه الجايه ناخد بشاير من الفسيله او من بنت الجوره اللي قدامي دي، لان دي فسيلة بنت جورة. يعني ايه فسيلة بنت جورة؟ في فسائل فندم بتتعمل بالانسجة، تمام، ودي بتتعمل في مراكز بحثية فبتبدأ صغيرة. انما الفسيلة اللي سعادتك شايفاها دي بنت جورة مزروعة اصلا وخدت لها سنة ونص في الارض. يعني هي زرعت وفضلت سنة ونص في الارض وعشان تتنقل ما تتضرش. وتتنقلت، هي بتتنقل واتزرعت في غرب المنيا زي ما قلنا لسعادتك، تمام. فالنخله دي اللي حضرتك شفتيها دي تمنها النهارده حوالي 2500 جنيه، يعني تمن النخله دي 2500 جنيه. على عكس الفسيله العاديه بتوصل من 1000 ل 1500 جنيه، لان الفسيله اللي هي لسه عمر 6 شهور. أو عمر 6 شهور بالظبط. يعني واهم حاجه تكون مضمونه المصدر، يا اما متاخده من تحت امها، يعني متاخده من تحت نخله اساسا برحي اصيل، يا اما ليها شهاده جايه بيها من بره. يا اما تكون من تحت نخله برحي اصيل، يا اما ليها شهاده من بره. بالظبط. طيب يا فندم، لو حبينا نربطها بمحطه تحليه الميه عند حضرتك، تمام، والمشروعات التانيه، تقدر تقول لنا ايه عن الموضوع؟ انا اللي نقدر نقوله ان احنا البدايه هناك عشان نقدر نعيش في المنطقه اللي هناك دي، كل حاجه نقدر نتغلب عليها الا ملوحه الميه، فعايزين نشرب على الاقل. لكن اذا كان ما فيش هناك خدمات لسه بدات، مثلا احنا نلاقي مطعم او نلاقي كافيتيريا او نلاقي صيدليه او ده، كل ده بتعمله حاليا شركه الريف المصري في منطقه الخدمات اللي هتتعمل للمشروع ككل. فكان اول حاجه لابد تعملها وكانت شركه الريف المصري حريصه انها تعملها هي محطه تحليه ميه الشرب، عشان اللي رايح يتفقد الاراضي اللي هناك او يتفقد المشروع يلاقي ميه يشرب، وعشان المنتفعين اللي رايحين هناك تلاقي ميه تشرب. اما موضوع الاكل والشرب سهل جدا بالنقل وتوفر عربيه انك تروح تجيب، سهل جدا انك تعمل هناك مبنى تنام فيه، سهل جدا انك تنير المبنى ده بالطاقه الشمسيه، تمام؟ لكن كانت البدايه والاهم ان احنا نعمله المية. ونكون ان شاء الله الحمد لله نكون سبب فيه، وان هو اول مشروع عملته افرلاند لاداره المشروعات على ارض الريف المصري في غرب المنيا هي محطه تحليه الميه، اللي منها
اول حاجه هتعملها الناس هتنتفع بالشرب منها، ثم هنعمل منها مشروع الاستزراع السمكي، ثم هنعمل جنبها مشروع الصوب. يعني ان شاء الله باذن الله احنا بادئين نزرع خيار بفضل الله سبحانه وتعالى، شغالين في زراعه خيار هناك النهارده ضد الجو ده وفي الصوب، وان احنا بنعمل مشروع النخيل البرحي والمجدول في المنطقه. تمام، ده حضرتك عملت مجتمع. لا، اللي بيحصل ده هو مش مجتمع، هو اللي بيحصل ده نقطه مضيئه داخل غرب المنيا، سبقنا فيها وزاره الزراعه بعمل نموذج محترم استرشادي باكثر من 20,000 فدان او في حدود ال 20,000 فدان. فاحنا بنبدا باللي احنا نقدر بيه. احنا دلوقتي دي نواه لزراعه 1000 فدان يخص الشركه، و 2000 فدان تانيين هناك يخص يعني الشركه، في داخله في شراكات مع شركات تانيه فيه، يعني لان هذا المكان فيه دخلت 400 شركات مع شركات تانيه عشان بالظبط عشان نزود المساحه لحضرتك للشركات بالاداره، داخلين معاهم بالاداره. الشركات اللي موجوده هناك دي او الاراضي المساحه اللي موجوده هي 420,000 فدان. فاحنا اللي بيحصل ده نواه في ال 420,000 فدان. ان شاء الله باذن الله يوم عن يوم وشهر عن شهر وسنه عن سنه هنلاقي مشروع غرب المنيا في داخل مشروع 1.5 مليون فدان بيحصل فيه تقدم. فالمشروع بالنسبة لنا موضوع تحدي، احنا في ظل لا هو في تحدي اكبر كمان يا فندم، ده اللي متابع مشروع النخل حضرتك كل معظم شباب، وكمان اللي متابع مشروع النخل واللي ماسك المشروع سيدة الأستاذ محمد المخرج محضر معانا فيديو صغير الأستاذة عبير الخطيب، يعني وهي يعني بتوضح لنا كلمة عن نخلتك ثروتك، وهنشوفها ونرجع تاني لحضرتك. حد يتكلم يا جماعه اتفضل فيديو. النهارده اول مرحله من مشروع نخلتك ثروتك مع مجموعه شركات افرولاند والمهندس شوقي ابو نخله. ان شاء الله رب العالمين دي الفسيله بعد التحضين في الارض هتتنقل لمكانها الدايم، وان شاء الله يكون مشروع خير علينا وعليكم وعلى الجميع. ان شاء الله نخلتك ثروتك مع افرولاند. لا ده حضرتك عامل تحديات كبيره قوي. بص حضرتك، كل حاجة في الدنيا تجوز، لأن الحياة أمل يتبعه عمل. يعني كل واحد فينا أكيد ليه طموحات وليه أهداف وليه أمل، عنده أمل في حاجات يعملها، ولكن في مشكلة إن هو بيفكر وبيحلم وما بينفذ. طيب الأمل إن لم يتبعه عمل لا قيمة له. فالحمد لله النهاردة من خلال المشروع ده، لما تيجي النهاردة تشوف سعادتك ابرز التحديات اللي الحمد لله بنقوم بيها كلنا، احنا معانا العنصر النسائي هو في شركه افرولاند اداره المشروعات الاستاذ عبير الخطيب. استاذ عبير دي يعني من الناس اللي تستحق ان احنا نرفع لها القبعه. ست محترمه بتشقى وبتتعب وبتجتهد، سواء معانا هي احدى شباب المنتفعين بمشروع 1.5 مليون فدان، وليها مزرعه جنبينا في غرب المنيا وبدات تشتغل فيها. تمام وبتشتغل معانا في الشركه علشان تاخد خبره وتزود دخل، وده اكبر مثال للتحدي للشباب اللي قاعد في البيت وبيقول لك مش لاقي شغل، في البيت ومش لاقي شغل. حاج جمعت انا معلش يا اسمح لي عيد تاني على النموذج، لان فعلا انا مصممه ان حاج عملت مجتمع صغير خبره، ما استغنيتش عن الخبره وكبار السن بخبرتهم، شباب سيده. انت حبيت توضح للكل انت ما عندكش حجه تقعد في البيت. هو ما فيش حجه لاي حد يقعد في البيت، هو الناس اللي عايزه تشتغل هتشتغل. هي مين قال ان ما فيش شغل؟ في شغل بس الناس تشتغل. هي الناس هي اللي معتقده ان ما زال حلم الوظيفه الحكوميه يراضي الجميع، وما عادش في وظائف حكوميه وده ما مش موجود. طيب البديل ان احنا نشتغل في القطاع الخاص. طيب انت حضرتك النهارده امكانياتك تؤهلك لايه؟ في واحد يقول لك انا بحلم انا عايز اروح اقعد على مكتب واشتغل واقعد في تكييف، تمام، قدام جهاز الكمبيوتر واقعد اتصور سيلفيهات واطلع على الفيسبوك ان انا قاعد في مكتب مش عارف شكله ايه وعامل ايه، واخد لي 3000 جنيه على الاقل، تمام، او 4000 او 5000. او واحد يقول لك انا اقل من 10000 جنيه مش نازل من البيت.
لكن خلينا احنا كلنا قدام حقيقة مرة، وهي ان الاسر تمام بدأ الاعتماد يزيد عن الاب والام، واحتياجات الحياة بتزيد. لا احتياجات البيت او الاسرة بتزيد، والشاب النهاردة بقى للأسف حمل على بيته من اول ما بيتولد لحد ما يتجوز، بيبقى حمل على ابوه وامه. لانه في الاول انت راجل النهارده لحد ما تتعلم، ده وارد ان ابوك وامك يبقى فيه شغل ويشتغلوا عليك زي ما اهلنا اشتغلوا علينا وربنا الحمد لله، انه ان هم يعلموك. بعد ما تخلص انك تخلص علشان تشيل عنهم، عشان تشيل عنهم على الاقل، ما شلتش عنهم تشيل نفسك، او على الاقل تكفي نفسك او تشيل نفسك. انك تقعد في البيت وتقول انا مش شغال، ده انا لو خدت 1000 جنيه هيعمل لي ايه، ولا 2000 جنيه هيعملوا لي ايه، ولا 3 هيعملوا لي ايه. على الاقل بعيد عن اهلك، على الاقل يوفر 1000 جنيه عن اللي ابوك عايزه، ان ابوك بيدفعه وامك بتدفعه. خليك بني ادم منتج، يعني البني ادم المفروض يتغير ويخليه منتج. لو شفنا مثلا كابتن محمد صلاح، ده راجل النهارده من اسره متواضعه جدا 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 في الغربيه، وراجل من صغره شوفي كافح، وكان بيصحى الصبح، في الصبح كان بيصحى الفجر عشان يركب القطر ويروح النادي يتدرب ويرجع يشتغل على نفسه وربنا اداله، وكان بيعمل ايه، وربنا سبحانه وتعالى كرمه. لولا انه اجتهد في محليته ما كان وصل للعالمية، وعنده تجرد وتواضع غير طبيعي الى الان. هل تعتقد سعادتك في واحد زي محمد صلاح رغم الخير اللي ربنا من عليه بيه واللي هو وصل له ده، لو هو كان بيتعامل زيه زي الشباب اللي بيتعاملوا النهارده وقاعدين في البيت، ما كانش وصل اللي هو وصل له، كان استنى قاعد مكانه صح؟ لكن او كان على الاقل بقى شخص عادي. وكل اعمله فسيرى الله عملك. عملكم ورسوله هو المؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: إن لا نضيع اجر من احسن عملا. لازم تحسن العمل، كان ممكن يقول إن لا نضيع أجر من عمل، لكن قال إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. فلازم الناس تنزل وتشتغل، إن الشباب ينزل ويشتغل، وفر جنيه بدل ما تصرفه. لو قدرت تشتغل توفر، خليك اليوم يا سيدي خلي طموحك عالي، بس ما تقولش أنا مش نازل إلا لما أروح على شغلانة تجيب لي 10,000 جنيه. طب وتقعد يوم في البيت ليه؟ اليوم اللي في البيت ده تقعدوا ليه؟ لا، انا اليوم اللي في البيت لو اشتغلته وجبت بس مصاريفي بس بدل ما اقعده افضل، لا انا انزل اشتغله لحد ما تجيلي فرصه تانية، لان الفرصه عمرها ما هتجيلي كده. يعني انا اقدر يا فندم، يعني حضرتك بتقول نخلتك ثروتك، تمام، نخلتك يعني بتتكلم عن نخله واحده، النخله واحده علشان هي بدايه. يعني يعني انا اقدر امتلك نخله؟ تقدري تمتلكي نخله بكل بساطه. النهارده الشركه عندنا تمام بادئين الحمد لله ان شاء الله باذن الله دلوقتي بمنطقه الشيخ زايد، تمام. منطقه الشيخ زايد بنعمل فيها ايه دلوقتي؟ ايوه، عاملين شركه اداره داخل منطقه الشيخ زايد، بتعمل بتبيع الفسائل او بتورد الفسائل وتزرعها داخل الحدائق المنزليه، يعني داخل الفيلات. يعني انا مثلا عندي حديقه منزليه اقدر اخد من حضرتك نخله؟ اه، النخله دي حضرتك بنديها لحضرتك برعايه 40 شهر، 4 سنين، يعني برعايه من الشركه 4 سنوات. يعني النخله تبقى في بيتي وحضرتك شركه حضرتك هي اللي بتتبعها؟ برعايه 4 سنين. النخله دي بنوردها بتبقى بتعمل 5000 جنيه. عباره عن ايه؟ بتدفع 1000 جنيه وبتدفع شهري 100 جنيه للنخله حتى الاربع سنين 40 شهر، تمام؟ يعني لحد سنة أولى إنتاج. يعني النخلة كلها بتصرف عليا 5000 جنيه. 5000 جنيه حتى الإنتاج. تزرعها في حديقة منزلية في بيتك، بنستبدل بيها النخيل الشكل بس، النخيل الزينة بنستبدله بنخيل منتج داخل الحدائق المنزلية لمن يرغب. لو النهاردة أنا يا فندم ما عنديش مكان أزرع فيه النخلة ونفسي أدخل مع حضرتك في المشروع ده. يعني لو حضرتك النهارده ما عندكيش مكان تزرعي فيه، تقدري يعني الشركه بتوفر لحضرتك الارض اللي هي المخدومه اللي احنا خادمينها، عاملين لها الخدمه الزراعيه بتاعتها وموصلين لها شبكه الميه وكل البنيه التحتيه فيها موجوده، تمام؟ بتقدري بنفس المبلغ حضرتك نستضيف، نعمل معاك عقد استضافه ونستضيف نخلتك عندنا لمده 10 سنين،
تمام، ويجدد برضا الطرفين. بنزرع عندنا النخلة في أرضنا، تمام، في أرض الشركة، في أرض الشركة وليكن مثلا في المشروع اللي حضرتك شفتيه ده، تمام، وبنشرف عليه لمدة الأربع سنين الأولى. احنا طبعا بنعمل عقد إدارة معاك العشر سنين وعقد استضافة العشر سنين. حضرتك بتدفع 1000 جنيه بالنخلة، واحنا بنوردها ونزرعها ونشرف عليها ونراعيها من ري وتسميد ومكافحة طيلة الأربع سنوات الأولى حتى الإنتاج. وانا ادفع كام بقى في الأربع سنوات دول؟ 100 جنيه كل شهر. نفس الحكاية، نفس كأني زرعها في بيتي. كأنك زرعها في بيتك، كأنك زرعها في بيتك، ودخل النخلة ليا كله، ودخل النخلة السنة السنة الرابعة اللي هي أول سنة إنتاج بيبقى عندنا تقريبا في حدود 50 كيلو في 20 جنيه تعمل 2000 جنيه، تمام، او 1000 جنيه اسف، تمام، وفسيله ب 1000 جنيه يبقى ادي ال 2000 جنيه بتوع اول سنه دول لسعادتك كاملين. الشركه ما بت لا، ما انا واخد خلال الاربع سنين حقي، تمام، يعني حضرتك لكن طب وانا سوق المحصول ازاي يا استاذ؟ الشركه يا اما تشتري من حضرتك المنتج بسعر السوق، تمام، المحلي، او الشركه تسوق لك المشروع المحصول تصديره محلي، يعني اللي بيتصدر منه يتصدر واللي يتباع محلي يتباع، يعني يا اما نشتريه من حضرتك يا اما نصدر يا اما نسوق. يعني حضرتك بتوفر لي المكان لو انا ما عنديش مكان، تمام، والتسويق، تمام، وكمان لو حبيت التصدير. لا ده احنا بنوفر لحضرتك الاتي: اولا المكان بتاع الزراعه، مكان زراعه الايه؟ النخله. النخله تقدر تخش باكتر من نخله. طبعا، تمام، ده واحد. اتنين، الخبره. النخله انا بدفع 1000 جنيه مقدم و100 جنيه كل شهر لمده 4 سنين، 40 شهر، وبعدين 100 جنيه لمده 40 شهر، 4 سنين يعني 48 شهر. حضرتك بتدفعي لمده 4 سنين، 40 شهر اسف، مش 4 سنين، مش 4 سنين، اقل من 4 سنين. يعني 4 سنين ب 8 شهور. فانت حضرتك بتوفر لك المكان وبنوفر لحضرتك الخدمه. طيب حضرتك لا قدر الله لو النخله دي حصل لها حاجه، بنلتزم او تلتزم الشركه باستبدال النخله في نفس العمر. يعني لا قدر الله النخله دي حصل لها مشكله او بعد 3 سنين، عمرها 3 سنين، الشركه تلتزم انها تستبدل لك النخله، ما نقولش قضاء وقدر، في نفس العمر كمان تجيب لك نخله في نفس العمر، لان النخل من المميزات اللي فيه انه بيتنقل. يعني حتى النخله اللي عمرها 10 سنين دي بتتنقل، واكتر من كده بتتنقل. انت معايا حضرتك؟ ايوه. بل بالعكس، ده انت حضرتك لو عايزه كمان نخله منتجه من اول سنه بنشتريها ونزرعها لك. يعني في واحد مثلا في الجنينه بتاعته مثلا عايز يزين بيته ويستفيد، ويستفيد بس مش عايز يقعد 4 سنين، عايز النهارده من اول سنه انتاج، ده كمان متوفر، متوفر، بننقل له نخله، تمام. النخله دي بتبقى في حدود 10,000 جنيه، ودي نخله منتجه، يعني انا ازرعها يجي الموسم بتاعها تنتج بالظبط على طول من اول سنه، تمام، تزرعها عندك وتنتج واحنا نراعيها لك كمان. طبعا الرعايه بقى دي بتبقى مدفوعه، اللي هي تقريبا 100 جنيه في الشهر، برضه بندفع الرعايه دي كل شهر 100 جنيه او تزيد شويه، تمام، وبنراعيها لك وبنسوق لك، ما تاخد اللي تاخده لبيتك واللي يفيض عن احتياجك احنا نشتري منك وبناخد منك الفسيله. هو فعلا حضرتك عرفت تختار اسم صح جدا، نخلتك ثروتك. كمان اللي خلانا من ضمن الحاجات اللي خلتنا نختار النخيل تحديدا، احنا النهارده الفلاحين عندنا والناس اللي بتعمل مشروعات الانتاج الحيواني بدات للاسف يبقى عندها نسبه خساره او على الاقل بالكيد، فبقى في مشكله في تسمين المواشي دلوقتي. فاحنا يعني الاستثمار في النخيل وخصوصا الاصناف التصديريه اللي هي المربحه، شوف سعادتك النخله، ايوه يا فندم، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شوف حضرتك شايله قد ايه، تمام، فدي نخله برحي، شوف شايله سعادتك قد ايه، لا والشكل كمان ده انا، تمام، يعني انا الاول لما بشيل نخله بدل ما احط يعني نخله زينه عندي في ده متهيألي اكتر من 600 كيلو دي اصلا، تمام، لما بدل ما احط عندي في نخله زينه في الحديقه المنزليه بتاعتي او في جنينه الفيلا، ما انا بحط نخله وباخد نفس الهدف من الزينه، يعني ما انا لسه بقول لك، ايوه ده كمان ما شاء الله شكلها حلو قوي، جميل، سواء منتجه او يعني سواء
منتجه او غير منتجه شكلها كويس. ما الناس بتزرع نخل زينه ما بالزبط. بيعملش اي منتج بالظبط، فده على الاقل بيبقى شكله كويس، بيدي شكل جمالي كويس وبيديني انتاج. تمام، دي الميزه في النخله دي. فالنهارده لما نيجي احنا كمان بنقول لاخواتنا الفلاحين اللي عندهم اراضي زراعيه في بلادنا ازرعوا النخل، ممكن يزرع على راس الارض او يزرع في الجنينه بتاعت البيت. ده انا ممكن ازرعها صدقه جاريه. ممكن، ليه لا؟ ليه لا؟ انت يبقى ممكن يبقى دخلها. انا انت ممكن تزرع 10 نخلات وتمشي بمبدا مثلا الشريك العاشر اللي هو بتاع الدكتور صلاح عطيه ربنا يرحمه. هو اسمح لي حضرتك 10 نخلات تطلع انتاج نخله منهم لوجه الله تعالى، وتسع نخلات يبقوا عندك. بما ان احنا اتكلمنا في وجه الله تعالى، اسمح لي حضرتك بس في نهايه الحلقه، انا كان معايا حاله متواصله معايا وكان المفروض انها تيجي الاستوديو، بس انا سالتها هتيجي ازاي، قالت لي هاجي مواصلات، وابنها 40 سنه وهي بتشيله. طب ده احنا بنخلص الساعه 10 ونص 11، قالت لي هستنى في اي جنينه. فانا قلت لها لا، يعني حبيت ان هي تدخل معانا على التليفون ان احنا نرحمها من الطريق وبرضه نقدر نساهم معاها باي حاجه. مساء الخير يا ام محمد. مساء النور يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وانت طيبه ام محمد. ممكن كده تقولي لنا ايه حاله محمد بالظبط يا ام محمد؟ محمد جات له سخونيه اسمها حمى شوقيه. هو احنا معانا صور لمحمد على الهواء، اتكلمي يا ام محمد. اه، جات له سخونيه اسمها حمى شوقيه وهو في سنه ثالثه ابتدائي، وشبع رجلي شويه، رحت وديته في مستشفى سبورتنج في اسكندريه، الدكتور عمل له 4 عمليات في رجله، بوظ رجله. هو لو سمحت يا استاذ محمد، رقم ام محمد معانا على الشاشه بعد اذنك، اتفضلي يا ام محمد. رجعنا تاني عملنا له بتاع يمكن 8 عمليات او 10 عمليات في كفر الشيخ، رجله باظت خالص ما بيعرفش يمشي. ده شاب ما شاء الله يا ام محمد. وهو من مواليد اللهم صل على النبي 71 79. هو محمد جنبك يا ام محمد؟ ايوه جنبي. ممكن عندي 38 سنه. ممكن اكلمه يا ام محمد؟ اتفضلي يا حبيبتي، كلمي الاستاذه شيرين يا حبيبي. الو. ايوه يا استاذ محمد، ازيك؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الف سلام عليك. الحمد لله. انت نفسك في ايه يا استاذ محمد؟ انت المفروض كنت تبقى معايا في الاستوديو. حاجه ماشي كويس والله. ان شاء الله، قول يا رب. حاجه ماشي كويس بس. يا رب ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله. ام محمد ممكن تديني الحاجه يا محمد؟ ماشي حاضر. ايوه يا حبيبتي. انت اللي بتعيني محمد على المساعده بتاعته ولا معاكي حد بيساعدك في محمد يا محمد؟ لا مفيش الا انا يا حبيبتي وربنا وانتم. طب انت محتاجه له ايه يا محمد؟ احنا معانا رقمك الشخصي على الشاشه، محتاجه له ايه؟ انا محتاجه نفسي يمشي. طب هو مطلوب له ايه؟ يعني هيمشي ازاي؟ يعني نفسي تعمل له عمليه، تجيله عجله، يا ريت يا ريت يمشي. نفسي. هو لحد دلوقتي ما عندوش كرسي؟ لا ما عندوش والله. اما انت بتحركيه ازاي؟ بسنده بسند ربنا، بسنده، هو الكبير بتاعي. ربنا يا رب يعينك، وان شاء الله باذن الله باذن الله هنشوف. انا عارفه ان دكتور شريف متابع حالته ونشوف. أيوة. ممكن العملية اللي يكون مطلوب لها ونرجع تاني نعيد مع حضرتك. الله يكبركم، الله يكبركم يا رب. أنا معايا، بص يا أم محمد، أنا معايا أستاذ عادل زيدان. أيوة يا حبيبتي، القناة اسمها إيه يا حبيبتي عشان مش عارفة كده؟ الصحة والجمال. وأسرة البرنامج يا أم محمد إن شاء الله. أيوة هتجيب الكرسي لمحمد. ربنا يكبركم يا بنتي، الله يكبركم يا رب. الله يجبرك ويخفقك على المرأة. انا هشوف اتواصل معاكي ازاي عشان الكرسي ان شاء الله يوصل لمحمد، وزي ما جبنا صور وكده نجيبه بالكرسي ده باذن الله. ويعني وما تبقيش يعني انا بجد صعب عليا انك تيجي قوي، قد ايه انت كنت عايزه تيجي وعايزه تحركي، بس انا لقيت الوضع هيبقى صعب عليكي جدا. جعل في ميزان حسناتك يا رب، اللهم جعل في ميزان حسناتك يا رب حاجه النبي. احنا يلا يا ام محمد، اهي الحمد لله من غير اي مناشده ومن غير اي حاجه، انت ربنا بيحبك، وان شاء الله باذن الله اسره البرنامج هتوفر لك الكرسي قريب جدا ان شاء الله.
ربنا يجبركم يا رب في حق جاه النبي يا رب. وكنت مقدمه له على شقه في السوق هنا. احنا خلينا في اللي في ايدينا. احنا دلوقتي في اللي في ايدينا، وان شاء الله باذن الله نشوف موضوع عمليته مع دكتور شريف. انا بشكرك جدا يا محمد. الله يجبركم يا رب يفك شر المرض. شكرا. واحنا معانا ارقام التواصل لاي حاله انسانيه حابه تتواصل معانا ولاي استفسار. يعني اولا انا بشكر حضرتك جدا جدا يا استاذ عادل على فكرك، وبجد اثبتت لكل ان مش معنى ان انا اكسب يبقى اكسب لوحدي، لا ده انا لو كسبت ووفرت صح ليا واللي حواليا انا هكسب اكتر، وكفايه ان انا ببقى بتاجر مع الله. يعني بجد انا بشكرك جدا على اختيار اسم نخلتك ثروتك. انا الاول استغربت يعني ايه نخلتك ثروتك، على طول شايف انا بجد حاسه انك حضرتك بتوفر ثروه فعلا. لا هو ومشروع هو مشروع النخيل مش احنا لوحدنا اللي بنوفره، وفي شركات كتير جدا بتوفره، ولكن هو موضوع يستحق الاهتمام. فقط احنا بنحاول الفكرة ندور. الفكره يا فندم نخله، ابتدي حتى لو بنخله بس. طيب هو ده يقدر اي حد يعمله، ولكن احنا المهم ان احنا المشروع نفسه نحاول ندور على حلول يعني قابله للتطبيق مع بعض، ازاي كل واحد فينا باقل الامكانيات يقدر يعمل مشروع ويكون هذا المشروع مشروع منتج ومشروع مربح، تمام، ومشروع سهل ان احنا نحركه وسهل ان احنا نبيعه في اي وقت. يعني النخله دي نفسها ايا كان عمرها سهل جدا العميل حتى او اللي شاري النخله دي يقدر يبيعها زيها زي اللي بقول لحضرتك اخواتنا الفلاحين. يعني يقدر النهارده النخله دي بالظبط كده عامله زي ما تكون مربي الدهب. عندك بقره في البيت. شوف بقى انت حضرتك مش هتشيل هم البقره دي في ان انت تشيل من تحتها حاجه مخلفاتها او تاكلها على طول وبعدين تشربها وتتعب تروح مش عارف ايه. لا ده الموضوع ان حضرتك باقل من ثمنها تمام تقدر النهارده تجيب نخله. النخله دي بتصرف عليك في السنه من 300 ل 500 جنيه او 600 جنيه لو انت جبتها في بيتك تمام. وهتجيب النخله دي في حدود 1500 او 2000 جنيه لو بنتكلم على فسيله يعني تمام. لما تزرعها 2000 جنيه مثلا هتزرعها في بيتك وهتبدا تراعيها كل سنه طول السنه يعني باجراءات تكون عارف بس التسميد والمكافحه بتاعتها والرش ماشي ازاي. والنخله دي بعد 4 سنين بتجيب لك الاتي، بتجيب الخلفه اللي هي الفسيله اللي زي بالظبط البقره ما بتجيب خلفه بالظبط. ده تشبيه حضرتك كمان حلو جدا. بتجيب زي ما دي بتجيب لبن بالظبط دي بتجيب تمور بلح. النهارده التمور دي او التمر ده احنا بنقول ان لو 50 كيلو او 60 كيلو في 20 جنيه احنا بنتكلم في 1200 جنيه وفسيله ب 1000 جنيه دي 2000 جنيه في السنه الرابعه. اكون صرفت كام انا؟ اكون صرفت ال 2000 زائد 3 مثلا في 4 ب 12200 نقول 1500 يبقى دي 3500 مع السنه الرابعه لوحدها بنجيب 2000 والسنه الخامسه بتجيب باقي التكلفه وتزيد. لا بص يا فندم حضرتك بما ان برنامجنا بيبان الخير وانا شايفه في مشروعات حضرتك كلها خير، وعدنا بقى بلقاءات تانية بمشاريع جديدة إن شاء الله بإذن الله يا فندم. مشكورك جدا يا أستاذ عادل، ومش هنقول غير إن يا رب كده يكتر من أمثال حضرتك ومن أفكارك بنعز. ولو كل الناس فكرت كده مصر هترجع تاني لريادتها وهنبقى الأول على العالم إن شاء الله بإذن الله يا فندم بإذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا معانا من حلقتنا النهاردة. استنوني أشوفكم الحلقة الجاية.